ازيكم يا حبيبي، عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء من قناة بيتي جنيتي. انا كنت بصور دلوقتي وقلت لكم على المكونات اللي كانت معايا، بس طلع الفيديو ما كانش بيصور، الموبايل ما كانش بيصور. فالمهم احنا معانا سمك، تمام؟ معانا سمك بلطي اهو بالشكل ده. بصوا، هو لما تيجي تختاري السمك البلطي اختاريه كبير كده وحلو ولونه احمر، بلاش الابيض ده، تمام؟ الابيض مش بيبقى ليه لسه صابح، لكن الاحمر بيبقى صابح، وكمان ساعات بتلاقيه صاحي، فانا بحب اجيبه صاحي وافتحه عندي في البيت وانضفه، تمام؟ بصوا، حتى هو دلوقتي بعد ما نضف واديله حوالي اسبوعين في التلاجة. بصوا برضو في اللون البينك اهو، اهو شايفين؟ فده اللي بيبقى حلو. بصوا انا نضفته من جوه بالشكل ده، كله لونه ابيض اهو ما شاء الله، ما فيهوش اي حاجه سودة ولا دم ولا اي حاجه، وشلت الخياشيم اللي كانت هنا اهو، كل حاجه نظيفه اهو. ودي نفس الكلام اهي، تمام. عملتهم في ليمون، بليمون يعني. نظفتهم، بعد ما نظفتهم عقمتهم تاني بليمون كتير قوي، عصرت عليهم ليمون كتير قوي، وقطعت ليمون جواه ومن بره، وسبت حوالي ساعة يتنقع في الليمون. بعد كده بنشطفه، وبعد كده بنعمل له التتبيلة بتاعته. التتبيلة دي كزبرة وبقدونس وبصل وتوم وليمون. الليمون انا بقشره زي البرتقال كده، وبعد كده بقطعه من النص وبشيل البذر منه، وبعد كده بفرمه مع التتبيلة دي في الكبة، تمام. وبحط توم وبحط طماطم وبحط فلفل اخضر رومي، تمام. بعد كده هنحط التوابل في التتبيلة، وعايزه تتبليه بالليل وتسيبيه في التتبيله دي في التلاجة. اوكي، ما عندكيش وقت زي يعني كده، هتبل بسرعه بسرعه دلوقتي وهسويه على طول. دلوقتي هنجيب التوابل وارجع لكم تاني. ودلوقتي هحط التوابل في الخلطه بتاعتي او في التتبيله اللي هتبل بيها السمك. هحط كده توم باودر، وهحط كزبره ناشفه مطحونه اهو شويه حلوين، وهحط كمون. طبعا احنا قلنا السمك بيعشق الكمون، نحط له كمون كتير اهو 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 بالشكل ده. وهنحط تتبيلة السمك. تتبيلة السمك برضو عبارة عن كزبرة وتوم باودر وبصل باودر والكلام ده اهو، وهحط ملح اهو. وفلفل اسود مش كتير عشان ما يبقاش حراق اهو بالشكل ده. طبعا احنا حاطين ليمون، نحط معلقة بس من الخل. الخل ده اختياري، اللي مش عايز ما يحطش، تمام. التتبيلة دي بما ان لو كتيرة عليكي، يعني انا حطيت حزمة واحدة مشكلة بقدونس وكزبرة. بقلب كده كويس. لو التتبيله كتير عليك وفاض منك، حطيها في علبه صغيره كده في الفريزر، ولما تيجي تعملي سمك تاني يبقى اشتغلي بيها، تمام. اهو انا عملت كده ال بتاع ده، التتبيله كده انا خلاص جهزتها، تمام. هجيب بقى السمك وهتبل اهو. بسم الله. احنا قلنا انه هو نظيف جدا، ننزل المية اللي فيه كده، و بسم الله. وهناخد من التتبيلة وهحشي بيها السمك بتاعي. طب احنا عارفين ان هو نظيف، وانا بحب افتحه من البطن بتاعته مش من الظهر، علشان انضفه كويس قوي، ميبقاش فيه حتت سودة والحركات دي، وميبقاش زفر، تمام. اهو بتبله كويس قوي، و عايزه تسيبيه في التلاجة، عايزه تتبلي من اليوم اللي قبله، تبلي من اليوم اللي قبله وتسيبيه في التلاجة.
او سيبيه شويه في التتبيله بتاعته مستعجله زيي. تمام، تبليه كده في الاول يعني، واعملي الحاجه، اعملي تجهزي باقي الحاجه بتاعته على بال ما يتشرب شويه في التتبيله. وبعد كده سويه. تمام، انا مقطعه طماطم ترانشات بالشكل ده، وفلفل حلقات، وبرده مقطعه بصل حلقات او جوانح كده. وبعد كده هجيب الصينيه بتاعتي. رجعنا لبعض تاني. جبت الصينيه اللي هعمل فيها وحطيت فيها زيت او بالشكل ده. تمام، وهحط فيها البصل بتاعي، مش هحطه كله يعني، هخلي شويه كده عشان احشي بيه البصل اللي بتاع ده السمك اهو كده. هحط شويه حلوين. الطريقه دي ماما بتعمل بيها السمك، وانا بحبها يعني، بحب اعمله زيها، بيبقى طعمه حلو قوي، وبتبقى السمك مش زفر ولا اي حاجه، بيبقى يعني بتبقى طعمه حلو، ما بحسش بزفرة السمك. اللي عايزه اقول لكم ان السمك التتبيله اللي انا عملتها دي ريحتها جميله قوي، من البقدونس بقى والكزبره اللي فيها والليمون والبصل والطماطم، كل ده مخلي ريحتها جميله. تمام، عايزه اقول لكم يعني التتبيله دي كافيه كل حاجه. تمام، وهجيب الفلفل بتاعي كده، هحط شويه عشان احشي بالباقي اهو كده، اهو بالشكل ده حلو. وايه معلش لو بعمل بسرعه عشان مستعجله. وجبنا السمك اهو معانا حلو. هجيب بقى بعد ما تبلناه بالتتبيله بتاعتنا، هجيب بقى البصل والفلفل بتوعي، وايه وهنحشي بيه السمك اهو. هفتح السمك كده، بصوا انا حاشياه، اروح بقى جايبه البصل بتاعي كده كده اهو بالشكل ده اهو كده. اهو هحشي كله كده. عايزه اقول لكم ريحه السمك جميله قوي قوي قوي. التتبيله دي بقى جربوها والله هتعجبكم قوي، ريحتها فظيعه. يا ريتكم معايا دلوقتي، كنت شميت الريحه الجميله اللي انا شماها. تتبيله غنيه ومش مخليه السمك زفر ولا اي حاجه، وفي نفس الوقت برضو نظافتك للسمك هي من الاول هي اللي مش هتخليه زفر كمان. تمام، يعني التتبيله دي عشان نغير طعمه يبقى جميل وبتاع، لكن انت نظافتك من الاول في السمك هي اللي هتخلي السمك بتاعك حلو وما فيهوش زفاره وطعمه جميل. وبرده ان شاء الله هبقى اعمل لكم في مره كده السمك القراميط، واوريكم انا بنضفه ازاي، لان برده تنظيفه بيبقى ايه محتاج صعوبه شويه. دلوقتي انا هركن السمك، بجيب الصينيه بتاعتي كده، وهاجي بالتتبيله بتاعتي وهحط منها كده كام معلقه اهو بالشكل ده، عشان التتبيله بتاعتي تكون من ده قلب الليمونه اهو كان لما اتفرم اهو، هعمل كده. طبعا التتبيله فيها كل التوابل بتاعتنا، تمام، وفيها كل حاجه، وهقلب كده كله. تمام، وكمان انا بعمل الصينيه دي وبعمل معاها سلطه خضراء وبناكلها بعيش، يعني مش بعمل جنبها رز صياديه ولا اي حاجه، بنحب ناكل السمك بالخلطه بتاعته دي بالعيش، بيبقى طعمه جميل قوي، بيبقى مع العيش البلدي ويكون صابح كده لسه جاي من الفرن طازه. واعملي السمك، صينيه السمك دي والله هتعجبك قوي اهو كده. هنقلبه كده كله مع بعض. طبعا احنا حاطين زيت يعني معلقتين مش هنكتر. تمام، وهنقلب كده كله مع بعضه
حلو كده. وبعدين وطبعا معانا طماطم فرمينها ضربينها يعني في الخلاط اهي، بيور. بعد ما عملنا دي كده اهو ظبطنا الصينية بتاعتنا، هنيجي بقى ايه السمك، هنحطه زي ما هو كده بسم الله، وهو محشي زي الساندوتش كده اهو، هو محشي كده هنحطه كده بسم الله. اهو بالشكل ده تمام. اروح بقى جايب التتبيله بتاعتي برضو اهو، وهعمل كده على السمك من بره عشان السمك كله يبقى طعمه واحد، ما تحسيش بقى انك بتاكلي حاجه غريبه في النص اهو. جربوا الوصفة دي والله جميلة قوي، جربوا صينية السمك دي والله جميلة جدا جدا جدا. انا مجرباها قبل كده كتير، ماما كانت بتعملها لنا وانا بقيت اعملها في بيتي تمام. كده تمام. اروحي بقى كده خلاص دهنا كل حاجة بكل حاجة اهو. بصوا بقى اتبقى معلقة، بصوا اتبقى المعلقه دي اهي صغيره قوي، دي هحطها على السلطه الخضراء اللي انا هعملها. لان انا قلت لكم بحب اعمل سلطه خضراء، بحب اعمل سلطه خضراء على جنب السمك ويتاكل بعيش وبعيش بلدي. هاجي بقى هجيب الطماطم. قبل ما احط الطماطم هجيب كوبايه ميه. بصوا بعد ما عملت السمك كده جبت كوباية مية كده اهو، وهحطها كده في الصينية من تحت بعيد عن التتبيلة كل حاجة اهو. ليه بقى المية دي؟ لان انا عندي الطماطم بيور يعني مش مزودة لها مية كتير عشان تبقى طماطم مركزة تمام، فمش هيبقى فيه حاجة تسويلي السمك تمام. فانا بدلق ميه كده، بحط ميه كده فيه من تحت تمام، عشان الخلطه بتاعتي اللي من تحت البصل والفلفل والحاجات دي ما تتحرقش، وفي نفس الوقت السمك يستوي معاك كويس، الميه دي تتبخر وتسوي لي السمك من كل من تحت ومن فوق من كل مكان اهو. وبعد ما عملت الميه، بعد ما حطيت الميه في الصينيه من تحت كده، هجيب الطماطم بسم الله. اهو كده وغطيت بيها السمك كله، هعمل كده عشان تتوزع معايا كلها تمام. واجيب بقى الطماطم اللي انا كنت مقطعاها ترانشات اهو، دي هحطها بقى من فوق الجنب ده مفيش اهو كده، الحته دي مفيهاش طماطم اهو. اروح بقى جايب الطماطم هحطها كده الطماطم وهي على الوش كده بتستوي حلو قوي، وبيبقى طعمها جميل جدا جدا جدا. جربوا والله الطريقة دي والله هتعجبكم قوي قوي قوي، طعمها بيبقى فظيع. جربوها بس بكل حاجة انا عملتها فيها اهو كده. ونحط دي كده اهو، بصوا. وبعد كده انا هحطها دلوقتي على نحط الميه بتاعت هنحطها في السلطه ميه الطماطم. بس هو كده كده تمام قوي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحطها على البوتاجاز من فوق تمام عشان تتسبك حلو، وبعد كده هندخلها الفرن تتشمع، وهوريها لكم برده بعد ما تتسبك في بتاع ده على البوتاجاز. خلاص هحطها دلوقتي على البوتاجاز على العين الكبيره
علشان تتسبك، تمام؟ وهوريها لكم بعد كده ندخلها الفرن مع بعض. ودلوقتي يا حبيبي السمك بعد ما خرج من الفرن زي ما قلت لكم سبكت الاول، اتسبكت على البوتاجاز وبعد كده دخلتها الفرن تتشمع، بقت بالشكل ده وسخن شوية. شغلتها على الشواية بس، يعني خليت الصينية تحت الشواية بس، اهو بقت بالشكل ده. جميلة جدا. كان ممكن كمان لو عندك شرايح بصل كان ممكن تحطيها مع الطماطم كده من فوق، شرايح بصل او شرايح فلفل. وبصوا الصوص شايفين جميل جدا وفظيع، يعني ريحته جميلة وطعمه اجمل، لان انا جربتها كتير قبل كده بعملها على طول، طعمه جميل قوي ما شاء الله. بصوا البصل مع الصوص، البصل مع الفلفل والتتبيلة بتاعتنا اللي احنا عملناها والطماطم، بصوا بقت سبكت وبقت شكلها عامل ازاي وشربت المية كلها اللي كانت فيها دي. كده عايزة عيش بلدي يكون طازة جاي سخن كده، و تاكلوا بقى بألف هنا وشفا. الصوص ده اهو اللي تحت السمك مع السمك وطبق سلطة زي ده، وبرضو حطيت عليه تتبيلة من السمك اللي كان فيه معلقة باقية، حتى ده الطبق اللي كنت بعمل فيه تتبيلة السمك، كان هي فاضل معلقة حطيتها مع السلطة، وطعمها جميل جدا جدا جدا، وأكل شرقي وحرش كده ويستاهل بقكم. يا رب النهارده تكون وصفتي عجبتكم، واتمنى انكم تجربوها بنفس الطريقة اللي انا عملت بيها وبنفس المكونات، و قولوا لي رأيكم ايه في التعليقات. ما تنسونيش بقى في الشير واللايك واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.